بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس متوازي الأضلاع، الحصة الرابعة، المستوى، السنة الأولى إعدادي، الموسم الدراسي 2017-2018. في البداية سنقوم بتصحيح التمرين التطبيقي السابق. معطياته هي التي تراها أمامك. نعتبر الشكل التالي بحيث ABCD و MNPC متوازيي الأضلاع. برهن أن المسافة AB تساوي المسافة MN وأن المسافة AD تساوي المسافة NP. يلا نبدأ الجواب. لنبرهن أن المسافة AB تساوي المسافة MN، يعني أن نثبت أن هذين الضلعين AB و MN متقيسين. ماذا قلنا عن ABCD؟ كيف هو؟ نعم، متوازي الأضلاع. بما أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، فماذا يمكن نقول عن كل ضلعين متقابلين فيه؟ نعم، كل ضلعين متقابلين فيه متقيسين. بمعنى ماذا؟ نعم، بمعنى المسافة AB تساوي المسافة DC والمسافة AD تساوي المسافة BC. واضح؟ حنا غادي ناخذ الفكرة الأولى، AB تساوي DC. انظر إلى الرباعين الأحمر MNP C، كيف هو؟ بطبيعة الحال متوازي الأضلاع. إذن كل ضلعين متقابلين فيه متقيسين، بمعنى أن المسافة MN تساوي ماذا أيضا؟ تساوي المسافة CP، والمسافة MC نعم تساوي المسافة NP. نحن سنأخذ بداية MN تساوي CP، ولاحظ DC و CP. انتبه جيدا، هناك نفس رمز التقايس، أو كما ترى هنا. إذن القطعة DC تقايس القطعة CP، أو المسافة DC تساوي المسافة CP. قلنا قبل قليل أن AB تساوي DC و MN تساوي CP، والآن نقول DC تساوي CP. إذن ماذا يمكن استنتاج؟ نعم، نستنتج من ذلك أن القطع الأربعة متقايسة، أي المسافة AB تساوي DC تساوي CP والتي تساوي MN، بمعنى أن AB تساوي MN. واضح؟ يلا نكتب ذلك. عندنا ABCD متوازي الأضلاع. إذن المسافة AB تساوي المسافة DC بين قوسين حسب الخاصية. إذا كان لدينا متوازي الأضلاع، فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقيسين. ونعلم أن المسافة DC تساوي المسافة CP. إذن كما ترون AB تساوي DC والDC تساوي CP. إذن ماذا يمكن استنتاج؟ نعم، إذن AB تساوي CP. ثم نواصل، وعندنا MNCP الرباعي الأحمر متوازي الأضلاع. MNCP متوازي الأضلاع. إذن المسافة MN تساوي المسافة CP حسب نفس الخاصية. إذا كان لدينا متوازي الأضلاع، فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقيسين. إذن انظر معي إلى هذه النتيجة، المسافة AB تساوي CP و MN تساوي أيضا CP،
إذن أبي تساوي أمان، هذه اكتبها هنا في الأسفل. وبما أن أبي تساوي سي بي، فإن المسافة أبي تساوي المسافة MN. الآن لنبرهن أن المسافة AD تساوي المسافة NP. يلا ماذا ستقول في هذا البرهان؟ نعم، عندنا ABCD متوازي الأضلاع، إذن المسافة AD تساوي ماذا؟ فعلا تساوي المسافة BC. كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع يكونان متقيسين، إذا قلنا AD تساوي BC. وكما ترى هنا القطعتين BC وMC متقيستان، لاحظ نفس علامة التقايس. وبما أن BC تساوي MC، فإن AD تساوي أيضا MC، أليس كذلك؟ بالفعل الآن MNBC متوازي الأضلاع، إذن المسافة MC تساوي المسافة NP، المسافة MC تساوي المسافة NP، وعليه فإن AD تساوي NP، ما دامت هذه القطع الأربعة متقيسة، AD تساوي BC والتي بدورها تساوي MC والتي تساوي NP. إذن كما ترى قمنا بنفس البرهان، إذن لا داعي لإعادة البرهان من جديد، سنقول وبنفس الطريقة نبرهن أن المسافة AD تساوي المسافة NP. إذن سنكتب وبنفس الطريقة نبرهن أن المسافة AD، نعود نشوف الشكل، المسافة AD تساوي NP. غير واحد الملاحظة هنا، قلت عندنا MNCP، MNCP متوازي الأضلاع، والصواب هو MNPC. إذن غادي نمسح هنا C و P، سأضع MNPC. لاحظ إذا قرأتها في الشكل هكذا سأقرأ متوازي الأضلاع MNPC وليس MNCP. إلى الآن سنأخذ دفتر البحث ثم نواصل الدرس. يلا خذ دفتر البحث ثم ارسم الشكل التالي. ارسم رباعيا ABCD بحيث المستقيم AB يوازي المستقيم CD والمسافة AB تساوي المسافة CD. ماذا تلاحظ؟ ABCD رباعي محدد بطبيعة الحال. صافي رسمت الشكل. يلا سنقوم برسم الشكل معا ثم سنسجل ملاحظتنا. نرسم أولا مستقيمين متوازيين، إذا مستقيم AB ومستقيم آخر يوازيه. بهذه الكيفية سنحصل على مستقيمين متوازيين. إذن عندنا مستقيمان AB و CD متوازيان، مستقيم AB وهنا المستقيم CD. سأختار على المستقيم AB نقطتين A و B، نقطة A مثلا هنا والنقطة B مثلا هذه، سأسميها B. نمشي للشرط الثاني، المسافة AB تساوي المسافة CD، و ABCD بطبيعة الحال رباعي محدب. إذن غادي ناخذ المسافة AB هي هذه والتي تساوي المسافة CD،
إذن هنا نضع النقطة C ثم هنا النقطة D. الآن سأرسم الرباعي ABCD. نختار اللون أحمر ABCD. يلا، ماذا تلاحظ عن هذا الرباعي؟ فعلا ABCD متوازي الأضلاع. سنتأكد من ذلك بسهولة. سنقارن ماذا وماذا للتأكد من أنه فعلا متوازي الأضلاع. نعم، سنقارن ضلعين AD و BC. نعلم أن AB و CD متقايسين، إذن يبقى لنا الآن أن نقارن الضلعين AD و BC. إذا كان متقايسان فالرباعي المحدب ABCD سيصير متوازي الأضلاع طبقا للخاصية التي رأينا سابقا. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين فإنه متوازي الأضلاع. إذا غادي ناخذ أي أداة للتأكد من ذلك، بطبيعة الحال البركار، ثم نقارن بين المسافتين AD و BC. لاحظ AD ثم لاحظ BC، كيف وجدناهما؟ نعم، وجدنا أن هذه المسافتين متساويتين، أو الضلعين AD و BC متقايسين. إذن سنضع علامة تقايس، ما هي؟ بين AD و BC. إذن الرباعي المحدب ABCD كل ضلعين فيه متقابلين متقايسين، إذن هو متوازي الأضلاع. واضح؟ يلا الآن شوفوا صياغة الخاصية. في البداية كان لدينا ABCD رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان وهما AB و CD، وحاملاهما كيف هما؟ نعم، متوازيان. والنتيجة التي توصلنا إليها ما هي؟ نعم، أن هذا الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. يلا صوغ الخاصية. فعلا إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان، رد البال معايا، لم أقل له كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان، بل قلت له ضلعان متقابلان متقايسان، وماذا أيضا؟ نعم، وحاملاهما متوازيان، فإنه متوازي الأضلاع. نعود هذه الخاصية مرة أخرى. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان وحاملاهما متوازيان فإنه متوازي الأضلاع. أعيد مرة أخرى هذه الخاصية. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان وحاملاهما متوازيان فإنه متوازي الأضلاع. انتبه جيدا، إياك وأن تخلط هذه الخاصية مع الخاصية التي رأينا سابقا والتي تقول ما يلي: إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين فإنه متوازي الأضلاع. هذه التي تكلمنا عليها الآن هي خاصية أخرى. واضح؟ يجب أن تفرق بين الخاصيتين. أعيد الخاصية التي توصلنا إليها في هذه الحصة. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان وحاملاهما متوازيان فإنه متوازي الأضلاع. يلا نسجل هذه المعلومة في دفتر الدروس، ثم أعطيك فرض أو تمرين تطبيقي ونواصل عملنا في الحصة المقبلة إن شاء الله. سي صغيرة، نعتبر ABCD رباعيا نعتبر ABCD رباعيا محدبا بحيث المستقيم AB يوازي المستقيم CD
و المسافة AB تساوي المسافة CD. ثم نرسم الشكل، نفس الشكل الذي تعاملنا معه في دفتر البحث. وهذا الشكل ديالنا. ملاحظة، ABCD متوازي الأضلاع. عندنا المسافة AB تساوي المسافة CD. والمسافة AD تساوي المسافة BC. إذن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع حسب الخاصية. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث كل ضلعين متقابلين فيه متقيسين فإنه متوازي الأضلاع. ثم نصوغ الخاصية التي كتبنا قبل قليل في دفتر الدروس أو في دفتر البحث. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقيسان وحاملاهما متوازيان، فإنه متوازي الأضلاع. فإنه متوازي الأضلاع. أعيد هذه الخاصية. إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث له ضلعان متقابلان متقايسان وحاملاهما متوازيان فإنه متوازي الأضلاع. ثم ننهي هذه الحصة بتمرين تطبيقي. EFGH متوازي الأضلاع، وA منتصف ضلع EF وB منتصف ضلع GH. أرسم الشكل بصغيرة، برهن أن AFBH متوازي الأضلاع. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج الزيتون مراكش. إلى اللقاء.